السيدات والسادة النواب محترمون، إن هذا التصور الحكومي يجسد عمق الإصلاحات التي عملنا على ترسيخها في اتجاه تقوية مكانة المغرب عالميا وجعله في صدارة الوجهة الاستثمارية العالمية، وهو ما كانت له انعكاسات مباشرة في مستويات عديدة، لعل أهمها تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المملكة التي حققت تطورا مهما منذ بداية السنة الجارية لتبلغ عند ما تم أبريل 13.1 مليار ديال الدرهم، كرقم قياسي لم تشهده المملكة من قبل. في الوقت الذي تعمل الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية على رسم ملامح الريادة المغربية في مجال المستقبل، في مجالات المستقبل، لا سيما عبر مواكبة التحول الشامل في قطاع الطاقة والتسريع بتنزيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، ومن خلال تعبئة الأوعية العقارية اللازمة وتوفير البنيات التحتية العالية المستوى والخبرات التقنية البشرية بما يتماشى مع احتياجات المستثمرين، وجعل المملكة فاعلا تنافسيا في هذا القطاع دي الآفاق الصاعدة. وقد تجلت هذه الدينامية كذلك من خلال جلب مجموعة من المشاريع الاستثمارية ذات طابع استراتيجي، كان آخرها التوقيع في غضون الأسبوع الماضي على اتفاقية لإحداث وحدة صناعية متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، وهي تجربة فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 12.8 مليار ديال الدرهم، ستمكن من خلق 17,000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، من ضمنها 2,300 منصب شغل عالي الكفاءة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.